السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 30 من شهر سبتمبر. انطلاقتنا الليلة ستكون من السودان. اشتباكات عنيفة هناك بين الجيش وميليشيات الدعم في الخرطوم وأم درمان ومناطق أخرى، اشتباكات وصفت بالعنيفة بين أمس واليوم. تقارير تؤكد مجددا تورط دولة الإمارات في الصراع الدائري هناك. هذه المرة نيويورك تايمز تقول بأن هناك تحقيق كشف عن عملية سرية للإمارات لدعم حميتي انطلاقا من دولة تشاد المجاورة. هناك قاعدة عسكرية ومنها ينطلق الدعم. وفق الصحيفة تقوم أبوظبي انطلاقا كما قلنا من قاعدة بعيدة في تشاد بنقل الأسلحة وتقدم العناية الطبية لجرحى ميليشيات الدعم، يعني تحت مظلة الدعم الإغاثي والطبي تدعم بالسلاح. هل الإمارات في هذا التورط هي منفردة أم هي ربما لعبة واسعة كما يقول البعض، ربما أمريكية صهيونية وفق بعض النشطاء، وإن كان الظاهر فيها هي الإمارات لوحدها، يعني هي مثل القفاز. السودان إذن تحقيق يكشف تورط الإمارات في دعم ميليشيات حميتي. متى تتوقف هذه البلاد عن العبث؟ ومن يقف خلفها ويدعمها برأيكم؟ لا يمكن أن تكون دولة الإمارات بهذه القوة وهذا الكبر، تشتغل في ليبيريا وفي السودان وفي ليبيا ولا أدري وين. يعني اللي تبع وجود الإمارات سيظن فعلا بأن الإمارات إحدى الدول الكبرى. إذا لم تكن كذلك فمن يستخدمها يا ترى؟ سؤال مهم. الساعة الثانية نخصصها لتونس، منعطف جديد تدخله البلاد. إضراب جوع بدأه الموقوف جوهر بن مبارك رئيس البرلمان أيضا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلن بدوره إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام. المطالب هي إطلاق سراح الموقوفين والتوقف عن الاعتداء عليهم وعلى الحريات. جبهة الخلاص أعلنت أنها ستطلق عدة مبادرات في الأيام القادمة تضامنا مع المعتقلين والدفاع عن حقهم، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم وقد تمت بالفعل. المحامية دليلة مصدق تقول إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قررت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق. صدق أو لا تصدق، ليش؟ لماذا؟ قال لك على خلفية إعلامهما الرأي العام بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم إقحامهم في ملف التآمر، ومن أقحمهم في ملف التآمر هي السلطة الانقلابية. تونس معتقلون يبدأون إضرابا عن الطعام وإحالة محاميتين للتحقيق. ما تداعيات غياب القانون؟ وهل تونس بالفعل دخلت حالة الفوضى الشاملة كما يقول نشطاء؟ سنعود إلى هذا السؤال في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من السودان. ومن جديد تقارير تتحدث عن تورط دولة الإمارات. ما مصلحتها؟ وهل تراها منفردة أم هناك جهة أو جهات ربما دولية تقف خلفها يا ترى؟ أهلا بكم. تجددت الاشتباكات وعمليات القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى، فيما نفى مجلس السيادة السوداني إجراء لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي. وذكرت التقارير الواردة من هناك أن انفجارات قوية دوت في محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين. ويشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي. في أم درمان غربي العاصمة قصفت مدفعية الجيش منذ الساعات الأولى اليوم مواقع ميليشيات الدعم بأحياء أم درمان القديمة وبالقرب من جسر شنبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.
على الصعيد السياسي، نفى مجلس السيادة السوداني إجراء لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والأمين العام للحركة الإسلامية علي كارتي. ونفى المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا ما أورده موقع سودان تريبيون حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية ببورت سودان. وأضاف المكتب الإعلامي أن ما نشره هذا الموقع عار عن الصحة تماما ويفتقد للمهنية والمصداقية. من جهة ثانية، ذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان الإمارات تتحدث عن السلام في السودان وتغذي القتال سرا، قيام الإمارات بتقديم الأسلحة والعلاج إلى المقاتلين التابعين لحميتي في الحرب المتصاعدة في السودان من خلال قاعدة جوية نائية في تشاد. يكشف التقرير أنه تحت ستار إنقاذ اللاجئين تدير الإمارات عملية سرية متقنة من أجل دعم حميتي، بحيث تقوم بتزويده بأسلحة قوية وطائرات من دون طيار. تقوم القوات التابعة للإمارات بمعالجة المقاتلين المصابين وفق التقرير ونقل الحالات الأكثر خطورة جوا إلى أحد مستشفياتها العسكرية بحسب ما ذكرت نيويورك تايمز، وفقا لعشرات المسؤولين الحاليين والسابقين من الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول الإفريقية. وقال مسؤول أمريكي كبير سابق للصحيفة إن الإماراتيين يعدون حميتي رجلهم هكذا، ورأينا ذلك في مكان آخر، فهم يتبنون شخصا واحدا ثم يدعمونه على طول الطريق وفق قوله. تعد هذه العملية أحدث مثال على كيفية استخدام الإمارات حليفة الولايات المتحدة في الخليج ثرواتها الهائلة وأسلحتها المتطورة من أجل فرض نفسها لاعبا رئيسيا وصانع ملوك في بعض الأحيان في جميع أنحاء إفريقيا كما تقول بعض التقارير. مع ذلك يصر الإماراتيون على أن عمليتهم عند الحدود مع السودان هي عملية إنسانية بحتة، وتطرح طبعا في هذا السياق الحقيقة أسئلة عديدة لعل أكثرها إلحاحا، هو هل تلعب الإمارات منفردة في السودان أم هناك ربما من يدعمها دون أن يظهر بالضرورة في الصورة؟ ويشير بعض النشطاء بالطبع كما تعلمون وطرح مرارا وتكرارا بأن الإمارات ما هي إلا قفاز للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في أم درمان والخرطوم، تقارير تؤكد مجددا تورط الإمارات في الصراع. هل الإمارات تلعب منفردة برأيكم أم هي لعبة أمريكية صهيونية؟ والظاهر فقط هي الإمارات كقفاز تستخدمه الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال في تمرير سياساتهم في المنطقة. السؤال طبعا مطروح للجميع، لكل من يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق. موضوع الإمارات الحقيقة دائما يعني مثير، وليس في السودان لوحدها بل الحقيقة ساحات عديدة كما سأعرض بعد قليل. لكن السودان الأمر يعني يتعلق بدولة سودانية هي التي تقاتل هذه الميليشيات، فعندما تقف الإمارات مع الميليشيا التي تواجه الدولة السودانية والجيش السوداني يصبح الأمر وكأنه مساهمة في إسقاط دولة عربية كما تم إسقاط دولة عربية أخرى، ونتحدث على اليمن. طيب، سيكون معنا بعد قليل عبر الهاتف السيد حسن إسماعيل وهو وزير الإعلام السوداني الأسبق. في انتظار الضيف نبدأ في استقبال ربما المشاركات والتعليقات لمن يود أن يدلي بدلوه. أنا أشير فقط لأن الحقيقة الإمارات البعض يتصور ربما أنها تدخلت فقط في السودان وفي مصر وربما في تونس، لا، ساحة التدخل الإماراتية واسعة للغاية. طبعا تدخلت في ليبيريا وتدخلت في مناطق عديدة كما قلنا، الحصول على أرصدة الكربون في ليبيريا هذا دور إماراتي أيضا ربما غير معلوم للبعض، السيطرة على الموانئ في تنزانيا والصومال والسودان، في شرق ليبيا الكل يعلم وتناولناه هذا في أكثر من مرة، دعمت خليفة حفتر وما تزال، لأن البعض يتصور أن الإمارات انسحبت، لا، لم تنسحب بعد. في أثيوبيا دعمت أبي أحمد بطائرات دون طيار في صراعه في تيغراي عام 2021. وساحات التدخل الإماراتي الحقيقة واسعة وعديدة.
لماذا؟ هل الإمارات مرة أخرى نطرح سؤال، هل الإمارات دولة كبرى؟ يعني مثل الصين، مثل أمريكا، مثل روسيا، لا أدري أنا، مثل الدول الغربية الأخرى؟ دولة بالفعل يعني ذات قوة وذات نفوذ وذات بحث عن مصالح؟ أم هي من حيث القوة والجغرافيا بسيطة جدا لكن هناك من يستخدمها كقفاز؟ يعني هذا سؤال الحقيقة يفرض نفسه ويفترض أنه يطرح دائما فقط لكشف هذه الأدوار الخبيثة لهذا النظام الإماراتي كما يقول البعض طبعا. طيب نبدأ بأبو القعقاع، مساء الخير أبو القعقاع. طيب أستاذ صالح مساء الخير، تفضل. يا أستاذ صالح، الإمارات طال عمرك تمشي على مصالحها، هي تعتبر حميتي ولدها المدلل، قد قلت لك أول وشاركت معك أول انتهى الكلام هذا، هي طال عمرك تأخذ الذهب من هناك صدرها حميدي حميتي الإمارات، وتبي منا في السودان. أول شيء فلا حد يدعمها الإمارات، هي مصلحتها تستحوذ على المنع في اليمن وفي السودان وفي كل دولة وفي ليبيا، وهي تعتبر أن حميتي ولدها المدلل وزايد الخاصين. ولكن ماذا تمتلك الإمارات يعني أكثر من المال؟ يعني لا قدرة عسكرية ولا جغرافية كبيرة ولا أيضا ثقل سكاني مهم. يعني هل الإمارات دولة باتت تنافس الولايات المتحدة مثلا حتى نصدق؟ نعم، سياستها 100% تنافس الولايات المتحدة. نعم، هي الله أكبر، سياسة هي أفضل سياسة، لأنها حتى أنها استعمرت السعودية، حتى تطال عمرك عندها مثل حبة الشطرنج. نعرف هذا الكلام، يعني الإمارات الآن تسيطر على السعودية؟ تسيطر على وانت تدري يا أستاذ صالح، بس انصح هذه ما ودكي تقوله تشاركنا، لا مستحوذ على الديوان الملكي، حتى الطائرات لداخله كل شيء يا رجل. والله أنا متأكد من كلامي هذا، وأنا المسؤول على كلامي هذا. شكرا لك أبو القعقاع. إذن أبو القعقاع يضع الإمارات في مصافي دول كبرى تنافس أمريكا، قال لك نعم هي تسيطر على الرياض الآن، وليش مستغربين أنهم داخلة في الإمارات في السودان منفردة؟ قال لك منفردة نعم. يعني الإمارات هذه يا جماعة لو كان عندها أسطول بحري مثل ما لدى أمريكا قد تمارس ما مارسته النازية، عندها نهم للسيطرة وللنفوذ يعني لا يصدق، لكن على حساب طبعا دماء السودانيين وهذه الشعوب التي تدخل فيها. عبد الله مساء الخير ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عبد الله. يعني وأزيدك من الخيانات بيتا وليس من الشعر بيتا، أذكركم فقط لغاية التذكير، الإمارات هي الممول الأول والأكبر لسد النهضة للقضاء على الشعب المصري ولإجاعته ولتركيعه. الإمارات هي من تدعم الحوثيين، الإمارات هي من تدعم خليفة حفتر. على فكرة سيكون لك ربما سبق صحفي لهذه القناة، أنا التقيت بأحد الإخوة الليبية. تعرف لماذا طرد الفريق بين معقفين ونعود إلى الموضوع، لماذا طرد الفريق الإسباني؟ لأنه في الجثث الذي أنقذوها وجدوا إسرائيليين. شيء طبيعي، الفريق الإسباني يكتب تقارير لدولته من أنقذ، وقامت القائمة ووقع تعنيفهم ووقع الزج بهم يعني وترحيلهم إلى إسبانيا. هذه أقولها لك على مسؤوليتي، هذه من مصدر موثوق تقريبا، يعني المخابرات الإسرائيلية تتعاون مع حفتر. الإمارات هي من تزود وتحارب، اشترت بيوت المقدسيين وسلمتهم لإسرائيل. من هو النظام الإماراتي وما هو دور الذي يلعبه؟ الإمارات هي تيس مأجور، هي معول للهدم، هي إسرائيل الثاني، إسرائيل بيس، يتكلمون العربية. النظام الإماراتي هو العدو اللدود للإسلام والمسلمين، أينما وجدت حرب ضد الإسلام وضد المسلمين إلا وجدت نظام الإسلامي. يعني عبد الله الآن لا داعي للقول الإمارات العربية المتحدة، يفترض تغيير الاسم. الإمارات الصهيونية سيد صالح، الإمارات العبرية المتحدة مش الصهيونية. الإمارات هي معول الهدم لدى الصهيونية العالمية بمشاركة أمريكا وبمشاركة الجميع، وهي التي تمول بالمال وتمول بالسلاح وتمول بالدعارة وتمول بالمخدرات وتمول الحوثيين وتمول يعني في طبعا عبد الله أنت هنا حتى نمايز، يعني أنت تتحدث على نظام وسلطة رسمية ولا تتحدث عن شعب وتاريخ وما إلى ذلك، حتى لا يظنن بعض ربما أنك تخلط بين هذا وذاك. لا شك ولا اختلاف
خلاف فيه، هذا ان وجد الشعب الاماراتي، لانه الشعب ما تسمى والديانه الابراهيميه والتثليث والثالوث والهندوسيه وجمع الاديان ومحاوله ضرب الاسلام من الداخل. الشعب الاماراتي ان وجد، انت عندما تذهب الامارات على كل ما بين 17 و20 فرد في الامارات هنالك اماراتي واحد، حتى ديموغرافيا ذابوا يعني، لم تعد تجدهم. طيب عبد الله، هل برأيك إذا هذا التحالف الغير معلن ربما، أو الاندماج الغير معلن، لأن كلمة الاندماج أكثر من التحالف، هذا الاندماج الغير معلن مع كيان الاحتلال هو الذي يفسر تردد العرب في الوقوف ضد هذا الدور الإماراتي في أكثر من منطقة؟ الوحيد الذي يوقف ضد التصهين والدور الإماراتي، وسيقولوا لي سيقول المخذلون وأراذل القوم وأنازلهم، تركيا علاقات مع إسرائيل، قطر، الوحيد هو أمير قطر، سلطان العرب الأمير قطر هو الوحيد الذي يقف ضد هذا الدور المتصهين. الإمارات الصهيونية العربية هي مثابة أخطبوط، من ضمن أذرع هذه الأخطبوط هي الإمارات الصهيونية المتحدة العبارنة، هؤلاء الذين يتكلمون العربية وهم جزء رئيسي في الصهيونية العالمية. أبو القعقاع منذ قليل قال كلام الحقيقة خطير، كامل احترامي ليه يا اخ صالح، غير اسمعني يعني بدون إساءة عبد الله، يعني انا فقط ساقول كلمة. هو يقول أن الإمارات لا تقلل من دورها، هي تسيطر على الرياض وهي التي تتحكم في الرياض، هل إلى هذا الحد الإمارات باتت لها سطوة في المنطقة؟ يتقاسمون الأدوار، يعني أخونا أبو القعقاع كاد أن يهمنا لأن الإمارات هي الولايات الأمريكية المتحدة. يا رجل قلت لك تيس مأجور، قلت لك هؤلاء الإمارات، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خرج من حجرة أمنا عائشة وأشار بيده تجاه الإمارات وقال من ها هنا يطلع قرن الشيطان. الإمارات هي قرن الشيطان، هي العدو، هي الصهيونية، هي الإسرائيلية. لا تجد مصيبة ولا هدم للإسلام إلا والنظام السياسي الإماراتي وراءه. طيب بكلمة واحدة حتى نعود لموضوعنا عبد الله ونختم معك، في موضوع كيف في يمكن للسودانيين الآن أن يلقنوا هذه السلطة المتآمنة درسا بشكل، يعني أقول للسودانيين وأقول للبرهان، أقول له ليس لك من حل سوى أن تضع يدك في يد التيار الإسلامي، هم القادرين على حسم المعركة. حمدتي والخونة والعملاء مرتزقة أصحاب مال ليست لهم عقيدة قتالية، أهل السودان الشرفاء، ما تسمونهم كذبا وزورا وبهتانا بالفلول، طفا لكم، هم الفلول، هم الشرفاء. يا حمدتي لن تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة إلا مع هؤلاء. وشكرا لك يا أخ صالح. شكرا لك عبد الله، أشكرك. سعد من الكويت. سعد. طيب عبد الكريم من الجزائر. عبد الكريم، تفضل يا عبد الكريم. لا أدري، عبد الكريم يبدو واضع تليفونين على الطاولة، تفضل إذا تسمعني. طيب أبو سهيل إذا جاهز. البعض وبركاته. وعليك السلام، تفضل. كما ذكر أخي عبد الله آنفا، إذا ذكرت الإمارات فهو مصدر الموبقات. هذه الدويلة، ونحن نقصد هنا العصبة الحاكمة وليس الشعب الإماراتي، لأن الجزيرة العربية لها مورود تاريخي، ولكن هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أداة هدم وليست أداة بناء. وعندما تذكر الإمارات تجد القلاقل وتلقى المصائب، وتجد كل ما يشين شخصية الإنسان الإماراتي الذي لا يمثلونه. طيب أبو صهيب يعني حتى نتناول نقطة أخرى مختلفة. طيب لماذا الدول العربية وقد تأذت جميعها تقريبا من هذه الأدوار الإماراتية؟ الآن نتحدث عن السودان، الإمارات تدخلت في ساحات أخرى، لكننا لا نكاد نرى موقف واضح يدين هذه الأدوار الإماراتية أو يشتكيها لدى الجامعة العربية. يعني السودان الآن ومن يمثله أكان البرهان أو غيره لا يستطيع أن يلقي خطاب ويتهم الإمارات علنا ويحذرها ويشتكيها إلى جامعة الدول العربية، لماذا لا يفعل ذلك؟ أنا أقول لك هناك سر يا أخي صالح، هذا السر يكمن بأن الإمارات لها ملفات
ولها أشياء في جعبتها على هؤلاء الحكام. المنتديات والملتقيات التي تنعقد في الإمارات إنها إن صح التعبير مدروسة بدراسة متقنة وبأشياء، لأن الإمارات الآن تهيمن على إن صح التعبير مصدرين هامين هو الإعلام والمال، لأن الإعلام والمال يأتي بكل شريدة ويأتي بكل منبطح ويأتي بكل بائع إلى ذممه وثوابته. الإمارات الآن لماذا تسيطر يا صالح في هذه الدول؟ لأنها هي إن صح الحاكم الفعلي. نحن في الجزائر أعطيك مثال، الإمارات تسيطر على التدخين وتسيطر أي على الموبقات، تسيطر على أشياء يعني يندلها الجبين. لماذا لا تستطيع هذه العصابة أن تحرك ساكن؟ لأن هناك ملفات سوداء عند الإمارات. ومؤخرا من هو الذي أقال السفير أو الوزير بالأحرى؟ هو السفير الإماراتي، وليس هناك شكر لك. أشياء تنطلي علينا. أشكرك، شكرا لك أبو صهيب، أشكرك. على الدين من أمريكا. خير أستاذ صالح، يا هلا بيك أنت وفريق العمل والإخوة والأخوات المشاهدين. أستاذ الكريم، خليني أصدمك في الكلام اللي بدي أقول لك إياه. سيد اللي في الوقت الحالي اللي قاعد بصير بالسودان كباش إماراتي قطري، ستأتيك الأخبار بعد أكم من يوم ستصل اشتباك إماراتي قطري. نعم سيدي، بعد كم من يوم ستصل أفراد، سيصلون مجموعة من جبهة النصرة ومجموعة من بوكو حرام لمساندة البرهان. هذا ما يقول. لا يعني نحن الآن في إطار يعني وكأننا نشوه المسألة يعني ونعطيها أبعاد أخرى، وهذا ربما يعني ينزع الشرعية من من مما تقوم به الدولة السودانية الآن في الدفاع عن نفسها ووقفة جيشها. دعنا من هذه التكهنات يعني على الدين، يعني لا نمتلك أي معلومات تشير لذلك. بدك تسوي تكهنات يا صالح؟ هذا كلام قالته التقارير الأمريكية. طيب فليقع حتى نصدقه. أنا شخصيا لم أطلع على ذلك. سينتقل يعني هذا كلام مرسل يعني لأنه لا توجد إثباتات لذلك. طيب فيما يتعلق بما ذكرته الصحيفة الأمريكية عن دور إماراتي وهذا مثبت في تحقيق، ماذا تريد الإمارات أن تفعل في السودان؟ ما هذا الدور المنوط فيها يا صالح؟ من أعطاها هذا الدور؟ من؟ أمريكا؟ إسرائيل؟ من بالضبط؟ أسياد هم الأمريكان، بيعطوا للقطريين وبيعطوا للإماراتيين. ما قلنا لك الخليج أصبح عبيد عند السيد الأمريكي، والبرهان والبرهان سيضع على كل الوزارات. لكن لا يعقل يا علاء الدين، أنت توزع الآن في التهم على الجميع. الآن لا المثبت لا ضد الإمارات وفق هذه الصحيفة الأمريكية، لم يقل أحد، لم يشر أحد لا للسعودية ولا لقطر. إذا كان المثبت الآن هي الإمارات، فماذا يراد للسودان؟ يراد التقسيم أم يراد أن يسيطر حمتي على السلطة؟ السودان ضاع، انتهى. السودان فاشل، كما هي اليمن، كما هي سوريا، كما هي لبنان، كما هي العراق، كما هي ليبيا. يعني يراد إحالتنا إلى مجموعة من الدول الفاشلة جميعا. نعم سيدي، شكرا لك، أشكرك. على الدين من أمريكا، إذا كانت هذه النقطة بالفعل هي سياسة أمريكية ممنهجة، فهذا الحقيقة قول تجمع العديد من التقارير حوله، كلام علاء الدين في محله. نعم، تحول جانب كبير من هذه الأمة إلى دول فاشلة أمنيا على الأقل، والفشل الأمني كما تعلمون لا يمكن أن يكون في ظله نجاح اقتصادي أو نجاح ديمقراطي، لأن الفشل الأمني مهم. أنت إذا كانت دولة فاشلة أمنيا وفيها إرهاب وفيها فوضى، لا يأتيك لا رؤوس أموال ولا استثمارات ولا تستطيع أن تقيم نظام مرتاح ومستقر. وبالتالي لاحظ العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، وهلم جرة مثل النار في الهشيم تنتقل. وكلما بحثت وجدت رائحة الدور الأمريكي القذر أو الدور الصهيوني أو الدور الروسي يعني هو حتى الدور الروسي في سوريا، هناك تقارير كثيرة تقول بأنه دخل بضوء أخضر أمريكي، يعني أمريكا هي اللاعب الرئيسي في كل هذا الذي يجري. بل هناك من يقول أكثر من ذلك، وهذا من ظفرين أقوله،
هناك من يرى بأن الانقلاب في تونس هي أوامر أمريكية للجيش التونسي. أنا طبعا برأت كثيرا الجيش التونسي ودفعت عنه من هذا المنبر، لكن الحقيقة هذه المعلومة وصلتني مؤخرا. هناك من يقول بأن الانقلاب هو أمر أمريكي، رغم أن أمريكا ما تلاحظوها في الصورة أنت. إذن هذا المتدخل الأمريكي هو الإرهابي الحقيقي في العالم. حتى نعود للسودان طبعا، لا يمكن للإمارات بنظر بعض برأي بعض التحليلات، لا يمكن لدولة الإمارات، وأحط تحت سطر دويلة لأنها لا جغرافيا كبيرة ولا جيش وقوات عسكرية كبيرة، المال لا يصنع دولة لوحده، فهذه الدويلة هي تتحرك بأوامر أمريكية وربما تحالف صهيوني كما يقول أصحاب هذا الرأي. أبو صقر من ليبيا. السلام عليكم يا سيد صالح. يا أهلا بك. الدولة الإماراتية ليس خفي، فنحن نرى في ليبيا ما يقدمه حفتر الحمداتي عن طريق الإمارات، وهذا أمر واضح ولا نقاش فيه، وواضح وضوح الشمس في النهار. هنالك أمر جديد حدث الآن، الصراع في السودان تطور، أصبح صراع أمريكي روسي، وخلال اليومين الماضيين على نعم استدعي حفتر على عجل إلى موسكو. والغريب في هذا الأمر إن حفتر اجتمع ببوتين، فاجتماع حفتر ببوتين أمر عظيم في روسيا، عندما يجتمع حفتر بشخص وهذا الشخص ليس رئيس دولة وليس مسؤول حتى على الجيش. أعتقد أن هناك أمر يطبخ في السودان، وهناك الأمور ستسعى، وأن أن أن الصراع سيتحول ليس كصراع بين أحمدتي وبرهان، بل سيتحول إلى صراع أمريكي. وحفتر الآن مطلوب منه هو دعم التوغل الروسي داخل الساحل الأفريقي ومن بينها السودان. يعني أنت تقول ذهاب حفتر على عجل إلى روسيا له علاقة مباشرة بالملف السوداني وليس الملف الليبي؟ بالملف السوداني، والأمر الكبير جدا أن يجتمع ببوتين. بوتين لم يجتمع بأردوغان إلا عندما تكون الأمور جاهزة، فكيف يجتمع بحفتر؟ شكرا لك، أشكرك أبو صقر من ليبيا. منطقتنا باتت مرتعا لتدخلات دولية، والغريب والخيانة العظمى أن تكون أطراف عربية هي جزء من هذا العبث. هذا الدور الإماراتي القذر، وهذا أقل وصف ربما أن يطلق على هذا الوصف، أن يقف الفاعل الإماراتي تمويلا وسلاحا وما إلى ذلك مع ميليشيات تحارب الدولة السودانية، كما دعمت ميليشيات تحارب الدولة اليمنية ممثلا في الشرعية. طبعا أنتم تعرفون من أطاح بالشرعية، هم الحوثيين. الحوثيين يعني أول من زكاهم هي دول المنطقة هناك، ثم عندما تحركت الشرعية لتحرير صنعاء وقفت الإمارات مع الميليشيات التي تضع العصي في دواليب الشرعية وهي المجلس الانتقالي أو غيره. الإمارات متآمر حقيقي في بعض العواصم العربية، على الأقل نذكر عاصمتين بشكل واضح، اليمن والسودان. ما العمل مع هذا الدور الإماراتي الغريب والعجيب؟ ولماذا الجامعة العربية دائما نطرح اسم الجامعة؟ لأنه في النهاية هذه مظلة عربية، ميتة ولا حية هذا أمر آخر، لكن لماذا لا تطلب يعني على الأقل بيان من الجامعة العربية يطلب من دولة الإمارات كف يدها؟ هذا أقل الواجب، لكن لا أحد يتحرك. أم صفوة تقول عن طريق الواتساب: هناك ترقب غريب من كثير من الدول لما يحصل في السودان، خاصة تلك التي أرسلت سفرائها قبل اندلاع الحرب واستقبلهم حميدتي في مقره، وكأن الرئيس القادم ربما حتى يؤمن لهم إيصال الذهب والذي تطمع دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه كاملا، لهذا تقف مع الإمارات خلف حميدتي. ابتسام من ألمانيا تقول: اللاعب الدولي والذي يقف داعما لحميدتي لاستنزاف السودان وربما لتقسيمه مجددا هو نفسه الذي يقف داعما لبقاء حفتر كشوكة في حلق الوحدة الليبية، والإمارات صاحبة دور وظيفي رخيص على عدة جبهات عربية يديرها من أبوظبي توني بلير ومستشار نتنياهو. موسى نصر يقول من الأردن: جرائم الإمارات لا تنتهي،
وتلعب بالنار في بلدان كثيرة، والطامة الكبرى يقول لا يوجد من يوقفها عند حدها. هذا مثير فعلا، عبثت في ساحات عربية ودول مهمة في الجزائر ولم نستمع لموقف رسمي، وترك الأمر للإعلام. ليش؟ دولة عظمى مثل الجزائر، عظمى بالقياس مع دول المنطقة بالطبع، عبثت في المغرب، عبثت في تونس حدث ولا حرج، في ليبيا حدث ولا حرج، في مصر، لكن العبث المصري طبعا كان في صالح النظام القائم حاليا، ولهذا لم يتحدث أحد عن الدور الإماراتي. فلماذا الإمارات فوق المحاسبة وفوق حتى التنديد؟ أمر غريب الحقيقة. عبد الكريم مساء الخير. عبد الكريم عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام سيدي، تفضل. كيفك أستاذ صالح؟ يا هلا بك. في الحقيقة الآن يعني سمعت قلت، وزمان كنت دائما تكذبوني أن الجيش التونسي غير متدخل، الحمد لله أنك عدت إلى رشدك. لا 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 عزيزي، اسمع، لا لا، حتى قبل أن تتجاوز كلمة عدت إلى رشدك، هذه على فكرة فيها إهانة على الهواء طبعا. يا ريت يعني تختار شوية المفردات. ثم ما ذكرته أخي عبد الكريم، أنا قلت وصلتني معلومات، لم أقل أنا من 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 يبررها أو من يؤكدها، وصلتني معلومات بالفعل تقول أو تحلل، أدري منين مصادرها، تقول بأن أمريكا لها دور فيما حصل في تونس، هذا ما ذكرته، والجيش يأتمر، أو هكذا تقول المعلومة، الجيش يأتمر بأوامر أمريكية. اتفقنا أستاذ صالح. في الحقيقة أنا والله مستغرب، وخصوصا ذكرت الجزائر، أنا أعتبر نفسي غير جزائري ومهان إلى درجة كبيرة إذا كان تقول لي بأن الإمارات تدخل في الجزائر. قادر يرد عليك مغربي ويقول لك ما تدخلش عندنا، وبالعكس هي توقف إلى جانبنا. لماذا نترك يعني البعبع الكبير اللي هو لماذا لا تسترجع إذا كان أمريكا وإسرائيل، لماذا لا تسترجع جزورها؟ أعطونا الدليل، أما هي استنتاجات فقط، يعني درتوا من الإمارات. لا 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 يا عزيزي عبد الكريم، يا أخي أنت مرات ما تختارش كلماتك، ولا لا أعلم يعني، أو لا تتابع يعني، أنت لم تتابع ما ذكرته الصحف الجزائرية. ماذا قلت؟ أنت لم تتابع ما ذكرته الخبر الجزائري عندما قالت بأن الإمارات دولة التخلاط، واتهمت بأنها تمارس مرارا بأنه معارض. طيب يا أخي، جزائرية معارضة قريبة من جهات في السلطة، هذا ما قاله الكثير. لا دليل له، طلبنا منها الدليل، ما طلبوش الدليل، خلص. طيب لماذا إذا كانت يعني ما شاء الله، اسمعني عبد الكريم، لو سمحت يا راجل. نعم. واحد عامل موقع، أنا لا أدافع عن الإمارات، إمارات وقطر هما سبب بلاء الأمة، خلاص أنت لا تقبل على قطر لأنها حليفة لطرفين ما، هذا هو. هانت الجزائر قطر قبل الإمارات. أنا سيت لما هدد حامد بن جاسم وزير خارجية الجزائري، قال له سأكمل مع القذافي والدور عليكم. من اللي كان يدخل؟ الطائرات التي أرسلها ساركوزي ليبيا لمن؟ يا رجل، نحن نتحدث عن مرحلة الآن، ونتحدث على صراعات وخلافات الماضي يا عزيزي يا غالي. لا لا لا، يعني أنت استعدت عد إلى ما قبل الحرب العالمية إذن أيضا. لا نحن لا ما نعودش إلى الحرب العالمية، أنتم على هواكم بمزاجكم. الإمارات وقطر هم سبب بلاء الأمة، هذا هو. جميل، إذا قابلت بهذا ما تقبلش، أنت حر يا أخي. يا أخي هذا موقفك، يا أخي موقفك، تفضل أنت ليه. أنا السودان يا أخي والله العظيم نتأسف بلداننا العربية كيف وصلت إلى هذا الحد. أنا معاك في الموقف وفي شعورك العروبي، إذا ماذا بقي في الدول العربية؟ لكن هذه الإمارات لماذا لا تدعم أمريكا ضد إيران وتسترجع منها الجزر؟ هذا سؤال مهم. لماذا برأيك؟ لماذا؟ لأن ما سمعش الدليل، أعطوني الدليل الملموس أن الإمارات ترهم دخل بالجزائر، التعاون الاقتصادي والمالي وربما حتى. طيب يا سيدي، لنقل لم تتدخل في الجزائر وتدخلها في تونس، برأيك كيف تدخل في تونس؟ من قال لك؟ وأنا أقول لك ثاني قطر تدخل في ليبيا، وتركيا تدخل في ليبيا. طيب الدول كلها مستباحة، إذن هي ولاءات فقط، حقد شخصي، انتقامات شخصية.
طيب ما ذكرته نيويورك تايمز إذن كذبة كذبة كبرى؟ ولماذا الأخ الذي كان يتكلم لك عن قال لك قطر والإمارات بدي تدفع على قطر وتبرع فيها؟ الله أكبر يا أخي، نحن لا نتعامل عندك مش مدخلة السودان؟ يا عبد الكريم يا عزيزي، نحن لا نتحدث عن عواطف، نتحدث عن تقارير أمامنا مثبتة نعتمد بالحجة. الإعلام مش هوايا ولا هواك. نيويورك تايمز لم تذكر قطر، أنا لو ذكرت قطر لقلت ذلك، لست مدافعا ولا حامي حما قطر يا عزيزي. أنت تفهم ولا ما تفهم؟ شكرا لك. أنا شكرا لك عبد الكريم، أنت عندك مشكلة مع قطر على راسي وعيني، على راحتك ولا تفضل، أهلا وسهلا. ولكن أنا لو نيويورك تايمز ذكرت قطر والله لا ذكرتها على رؤوس الأشهاد، ما عندي مشكلة. أنا لا أدري أنت يعني كلما ذكر طرف، يعني أنا ما عندي مشكلة شخصية مع الإمارات، ولكن يا أخي كلما بحثنا عن تقرير، كلما بحثنا عن مصيبة إلا وجدنا الإمارات أنفها موجود. الجزائر تقول لي أنت الخبر الجزائرية معارضة، والله لو معارضة كان أغلقها النظام الجزائري ثاني يوم. شو نضحك على بعض يا رجل؟ هناك فضائية معارضة في الخارج معروفة دون ذكر اسمها، حوربت مليون مرة وقطع عليها الهواء لأنها معارضة. الخبر مش معارضة، قول ما تشاء. يعني بعض يتصور أنه نفسه يفهم والناس الثانية ما تفهم، وبإمكانه أن يمرر الأشياء. كثيرون قالوا بأن هذه رسالة أراد النظام الجزائري أن يمررها من خلال الإعلام، وهذه سياسة متبعة في العديد من دول العالم. لماذا السلطة الجزائرية الرسمية لا تريد أن توجه رسالة مباشرة لأبو ظبي؟ هذا سؤال يطرح. ربما لأن الإمارات عندها استثمارات في الجزائر، وقيل الكثير في هذا الباب لا داعي لفتحه، لكن دعونا نعود للسودان على كل حال. طيب عبد الله من ليبيا. عبد الله السلام عليكم. وعليك السلام. أنا حمل حياك على البرنامج، طيب بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. والله هي النداء الوحيد اللي أنت يا صاحب تتكلم على الدول العبرية الإمارات، فهمت؟ دعات كلهم يتكلموش عليها يا صاحب. في سر، في حركة مفرغة، في حاجة يعني. عبد الكريم قال لي عندك مشكلة مع الإمارات، هلأ برأيك عندنا مشكلة شخصية مع الإمارات؟ هو عند عبد الكريم ما يبيش الحق. وانتوا دور وانتوا داعت الحق، اللي ما يبيش الكلام هذا ما يبيش الحق. نقولها لك ومقرب للسلطه الاخ هذا يتكلم عبد الكريم هذا، انا نقولها لك مقرب للسلطه، نعرف انا نضرب فيهم كلنا اخ صالح يتكلموا على الوحده، نعرف من هو مع الشعب مع السلطه، نعرفهم من كلامهم من الحديث بتاعهم صنفه. الامارات ما فيش خراب، الدول الصهيونيه ايد الصهيونيه والامريكان الامارات ويد بوتين الزوز ثلاثة، لأن الإدارة العالمية تكون من ثلاثة دول. طيب عبد الكريم، عبد الله هناك يبدو هناك من لا يفرق بين حميتي والدولة السودانية، هناك من يرى أن الوقوف مع الدولة السودانية هو أيضا وقوف الآن مذموم، هل ترى ذلك أم أنه علينا أن نقف مع الدولة العربية مهما كان من يحكمها عندما تتعرض لخطر؟ الدولة السودانية الآن تتعرض لخطر حقيقي من ميليشيات حميتي. حميتي هذا واحد عصابات، مدعم شو من كونه عصابات، عارف انت في شو حميتي كان وظيفته، واحد تاجر ذهب وواحد مش عارف شنو، ما عارفين مش انت عيطول عليه توا هو، فهمت كيف؟ وينك يا مجرم؟ وينك يا منقلب؟ وينك يا ضد الشعوب؟ دعم فيهم الإمارات، هذه معروفة هذه. شكرا لك عبد الله من ليبيا، أشكرك. شكرا لك. بثينة من تونس. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تحية لك ولكل العاملين في قناة الحوار. أهلا وسهلا صالح، يعني شكرا. المتداخل اللي قبلي قال هو من الجزائر أظن، لا يعني يستغرب ربما أو لماذا نشكك نحن وجملة أحرار العالم العربي، ماذا فعلت الإمارات تحديدا؟ ودويلة الإمارات هذه أصبحت كلمة يعني متداولة، ولو أراد أن يشبه التدخل القطري أو التركي فاسمح لي فقط أخ صالح أن أجيبه. رأينا قطر تتدخل، نعم، وتركيا تتدخل، رأيناها تتدخل في غزة يا أخي من الجزائر، ولم نرى الإمارات تفعل شيئا لغزة. رأينا تركيا تتدخل لحل العديد من المشاكل في دولنا العربية، ولم نرى الإمارات إلا عندما تريد أن تضع سمها أو تدعم شق
على يعني على حساب الديمقراطية وعلى حساب حرية هذه الشعوب. ولنا في هذه العشر سنوات ساع وباع نقوله في والوساطة التي رعتها قطر. وأنا هنا لا أدافع عن قطر والله، فقط لأنك ذكرتيني. طبعاً قطر توسطت بين الأفغانيين وتوسطت بين السودانيين وتوسطت بين التشاديين، ولم تترك وساطة إلا وقامت بها، والآن ذهبت إلى لبنان للقيام بهذا الدور. يعني يعيب والله الواحد يقارن بين دور ودور الحقيقة. لا تجوز أبدا المقارنة، لا تجوز. ولسنا ندافع عن قطر، أريد أن أقول للأخ الجزائري ولكل من يتابعنا، نحن أبناء هذا الربيع العربي لا ندافع عن أحد، بل بالعكس نحن نتكلم بصدق وبصراحة، نقول للمحسن أحسنت ونقول للسيء أسأت. نحن لسنا يعني تبع لا لتركيا ولا لقطر ولا لأي دولة، نحترمهم لأنهم أشقاء في الإسلام وفي العروبة وفي كل وإلى آخره، ولكن لا تجوز المقارنة. هذا يعني الإمارات هي دولة، وكبار مفكرين العرب أقول له يا أخي، وكبار يعني الصحف العالمية التي تصدر تقاريرها ودائما ما تشير إلى تدخل يعني غير بريء للإمارات. لسنا نحن من نقول هذا فقط، وهو يقول دليل. ماذا تريد؟ طالع وتتصفح أنت الكل يعني الصحف العالمية والمواقع يعني مواقع الاستراتيجيات، وستعرف أن الإمارات يعني لها دائما شبهة معينة في يعني جميل. خاصة لدى بلدان الربيع العربي. كلمة ثانية فيما يخص السودان، يعني كيف لدويلة كما قلت أنت أو لدولة يا سيدي خلينا نسميها، ونحن لا نتكلم عن الشعب الإماراتي، يعني نحن نحترمه إن كان موجود أو غير موجود هذا لا يعنينا، ولكن نحن نحترمه لأننا لم نرى إلا من حكومة الإمارات هذا، من دولة الإمارات. يعني هل تدعم أنت حميدتي الذي لا يعترف به تقريبا كل العالم؟ ماذا نسمي هذا؟ وفي ليبيا دعمت حفتر، وفي اليمن دعمت ميليشيات الحوثي. يعني كيف تريدنا أن نصنف هذه الدولة ونعتبرها نحن بأخوة العروبة أو نعاملها يعني كما نعامل قطر أو تركيا؟ لا يجوز هذا، هذا حق. ولسنا هنا لا ندافع لا عن قطر ولا عن تركيا ولا عن السعودية ولا عن أي دولة، ولكن دور الإمارات خاصة في دول الربيع العربي كان مشين. أخ صالح شكرا لك. شكرا لك بثينة من تونس. محمد من الجزائر. محمد من الجزائر يبدو انقطع الاتصال، على كل حال بإمكانه يعيد الاتصال فيما تبقى من وقت. محسن من تونس. محسن السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. في الحقيقة يا أخي هذا المشروع العبثي التدميري التقسيمي للوطن العربي متورطة فيه عدة دول، ليس والإمارات هي ظاهرين الإمارات، لكن في الحقيقة هناك عدة دول بما فيهم دول عربية، خاصة ثلاثة دول عربية تورطوا في هذا الموضوع بما فيهم مسمي الأسماء بمسمياتها، بما فيهم السعودية والإمارات والجزائر. هم تورطوا في ضرب الثورات العربية وضرب الديمقراطية في الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي حتى لا يحيا من جديد أبدا. الجزائر متورطة بنفس القدر، يعني أنت نعم. تطرح نقطة كبيرة هنا، الجزائر متورطة على غرار نعم. هذه الدول التي ذكرتها. يا أخي ثق وتأكد أن الجزائر تدخلت خاصة في تونس وليبيا تدخل كبير جدا، والدليل على ذلك استقبالها للعائلة عائلة القذافي، تهريبها لعائلة القذافي لعدم محاسبتهم في ليبيا، هذا الدليل الأول. ثم أنها الجزائر كانت رغم أن كل من يحكم في تونس قبل قيس سعيد كان يقول الأخت الكبرى والجزائر الشقيقة والجزائر الحبيبة وكذا، لكنهم كانوا يتنكرون لنا ونسوا ما فعلته تونس في مقاومة الاستعمار الفرنسي والدعم الكبير من تونس إلى الجزائر، هذا في الحقيقة. والسعودية كذلك لأنهم أرادوا التخلص بما يسمى بالديمقراطية عندهم، هم يكرهون الديمقراطية. يا محسن عيب وأنت تقول هذا الكلام، ووصلتكم شحنة من الطبليات للأطفال الصغار مؤخرا من الجزائر يا رجل. والله حاشاك يا أخي تطز فيهم هم وإعانتهم، إذا كان الإعانات هكذا نحن لا حاجة لنا بها.
لا لا يعني لا نصل إلى مستوى كلمة طز لأنه عيب، يعني نحن نقول للمحسن أحسنت، أكان من جار أو من شقيقة أو من غير. الجزائر هي من ساهمت في تدمير تونس ديمقراطيا وسياسيا وحتى اقتصاديا. يسمع اللي يسمع، هم من ساندوا قيس سعيد على الانقلاب. والإمارات، الإمارات ظاهريا هذا مشروع للأسف الشديد أمريكي صهيوني أرادوا به تشتيت الوطن العربي، وبدأ باحتلال العراق في سنة 2003 وتمادى حتى الثورات العربية. العراق ما قاله بوش الابن قال سوف نرجع العراق إلى العصر الحجري وفعل فعلته، وهذا ما يفعله في جميع الوطن العربي. هذا مشروع إمبريالي صهيوني، والأسف الشديد من هم ضد الإمبريالية كالجزائر وغيرها شاركوا من حيث لا يحتسب، شاركوا في هذا المشروع. والآن الجزائر تشتكي من الإمارات والسعودية تشتكي من الإمارات، من ورط الإمارات في اليمن؟ من ورط الإمارات في استجلاب حفتر من أمريكا؟ من ورط الإمارات بدفع أموال الكثيرة للصحافة التونسية وللسياسيين التونسيين لتدمير يعني الديمقراطية في تونس؟ هم السعودية والجزائر وفرنسا وغيرهم. نحن لا نلوم فرنسا الاستعمارية، هي ضدنا دائما، نحن نلوم الأشقاء اللي الآن ربما نادمين، لا ينفع الندم. وشكر. شكر لك محسن. سأعود لهلال من الجزائر، ولكن قبل ذلك بعض الرسائل عن طريق الواتساب. عبد العظيم من الأردن يقول: لعبة أمريكية صهيونية، والإمارات راعي غنم مأجور عند سيده في المنطقة. طبعا مع كل الاحترام لمهنة رعاة الغنم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم، يعني لا نريد أيضا أن نستخدم بعض المصطلحات ونسيء لنا لأنفسنا. نأخذ رسالة أيضا من صالح من فرنسا. الحقيقة الرسالة لا تبدو لي واضحة أبدا، يعني لا أستطيع أن أقرأها، مع كل الاحترام والتقدير. أبو أحمد يقول: الإمارات دولة وظيفية تنفذ ما يملى عليها من قرارات من الدول الغربية وإسرائيل، وستظل بحمايتهم لوجودها. ليس لديها من عوامل القوة إلا المال والإعلام، وتستغله للحرب على الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في أي مكان. أبو الطيب يقول: الإمارات تساعد حميتي وإسرائيل تساعد البرهان بعد لقائه بنتنياهو. لا، ليس صحيحا، لم يثبت نهائيا بأن دولة الاحتلال تقف مع الدولة السودانية. البرهان ليس كشخص، البرهان لا يمثل نفسه. البرهان الآن في هذه المعركة أحببناه أم كرهناه يمثل الدولة السودانية والجيش السوداني. وحميتي ليس شخصا، هو يمثل ميليشيات حميتي، هو يمثل ميليشيا. أما تقول لي أن دولة الاحتلال تقف مع البرهان، أقول لك لا، مع كل الاحترام والتقدير، لم يثبت أي تقرير ذلك. بل على العكس، إذا وجدت الموقف الإماراتي الآن مع حميتي، فالحقيقة لا يمكن أن تكون إسرائيل في الصف الآخر، يعني بالبداهة على اعتبار هذا التقارب والتحالف بينهما. يا رجل الآن لا تستطيع أن تميز بين أبو ظبي وتل أبيب للأمانة. يعني أحلام يوسف الأمين من السودان تقول: البرهان يخشى أمريكا وإسرائيل، والأهم يخشى طرد العمالة السودانية وهم بالآلاف، ولهذا ربما البرهان لا يصرح. هذا ما تقوله أحلام يوسف الأمين. طيب هلال من الجزائر. يكون أخ صالح، يا أهلا بك. على كل حال، الأنظمة العربية كالإمارات وقطر وبصفة عامة كل الأنظمة الملكية هي أنظمة وظيفية هدفها تحقيق وتجسيد أجندات أجنبية، وأينما حلت في الدول فيحل معها الخراب والدمار. وما تدمير العراق إلا كانت هي الوسيلة المباشرة الأولى في تدمير دولة العراق، حيث انطلقت طائرات تحالف العدوان على العراق من السعودية ومن الإمارات ومن قطر، وتدخل الإمارات في وما السعودية في اليمن حل معها خربت اليمن، ونفس الشيء في ليبيا ونفس الشيء في سوريا. هي بكل اختصار شديد هي أنظمة وظيفية تحقق جميل وتنفذ أجندات أجنبية، وأينما حلت حل معها الخراب. شكرا لك، وصلت المعلومة. واعذرني طبعا لضيق الوقت، أنا أريد أن أقسم دقيقة واحدة بين فاطمة وأحمد. فاطمة في نصف دقيقة من فرنسا. عليكم أخي صالح. وعليك السلام، تفضلي وبعجالة. أشكر أختي بوسينة من تونس، هي أوفت بالموضوع وقالت ما كنت أريد قوله. أضيف أن الدولة العادلة التي تقف في قضايا العرب لا يجب أن تتدخل مع الميليشيات.
أما قطر فهي دولة أراها معتدلة. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك فاطمة من فرنسا. أحمد من فرنسا أيضا مساء الخير. مساء الخير أخي صالح وما نطولش عليك، عندي 15 ثانية. تفضل. شوف أخي صالح للملاحظة برك، كما قال أخي عبد الكريم حقيقة هذا الدول تاع الملوك هذه المملكات هي قعفة، ولكن الأمر اللي حيرني أنا يا حتى الشعب اللي موالف يشاركوا معنا من المغرب من الأردن هذه المملكات من مصر من السعودية ما شاركوش اليوم، يشاركوا في حصات اخرين، ولكن كي نجبدوا لهم على الامارات اليوم وين راه عبد الكريم تاع المغرب وين راهم كلهم، يعني حتى الشعوب ما قدرتش تهضر في هذا في الامارات، وهذا هو الشيء اللي خلينا نقولوا ديفوا احنا نقولوا الشعوب اين الشعوب اليوم، حتى واحد ما بغى يتدخل. كلام جميل، نقطة في غاية الأهمية، يبدو أن هناك فيتو الحديث ضد للإمارات. شكرا لك على كل حال أحمد من فرنسا. مصطفى من هولندا يقول الإمارات هي العصا الطويلة في يد الصهاينة، ودولة تابعة لدولة الاحتلال الصهيوني تحقق بواسطتها ما لم تستطع تحقيقه مباشرة. طبعا ليس هدفنا الحقيقة أن نستهدف الإمارات، فرضتها الأحداث وفرضتها هذه التقارير التي تتحدث عن دور خبيث تلعبه أبو ظبي ضد السودان ووحدة السودان. نحن الآن في هذا المنبر قلناها ونكررها مليون مرة، نقف مع أي دولة عربية مهما كان نظامها عندما يكون أمنها الوطني والقومي مهدد. واضحة العملية، حينها نتجاوز عن كل ما عدا ذلك. بإمكانك أن تقول في البرهان ما لم يقله مالك في الخمر، ولكن عندما تكون مصلحة السودان مهددة وطنيا وقوميا فحينها لابد إلى أن نقف مع السودان. من يهدد هذا الوضع؟ هي ميليشيات حمدتي الآن، هي التي تهدد أمن السودان وسلامته ووحدته. ومن يقف مع ميليشيات حمدتي هو يقف ضد مصالح دولة عربية، كما وقف في اليمن الدور الإماراتي يقف الآن في السودان، هذا وفقا نيويورك تايمز وتقارير أخرى عديدة الحقيقة، ليس المرة الأولى التي نتناول فيها هذا الموضوع. الهاشي من السعودية يقول، يرد على أبو القعقاع ومن حقه يرد طبعا إذا كانت الرسالة فيها أدب، يقول أبو القعقاع تقول الإمارات تهيمن على الرياض. يا راجل في كلام سيء لا أريد أن أقوله، لأن الرجل تحدث ومن حقك أنت تقول مثلا أن الإمارات تسيطر على لا أدري أنا قطر أو دولة أخرى، لكن أنت أسأت له شخصيا وبالتالي لا أستطيع أن أذكر ذلك يا عزيزي. شكرا لك على كل حال الهاشمي، يريد ترتقي ترد على إذا كان هو عنده حجة أو عنده تحليله الشخصي، أرد على التحليل بتحليل، ارتقي يا رجل، اتعلم الديمقراطية، صحيح لم تصيك بالديمقراطية بعد ولكن ارتقي، أريد تناطح الأفكار والحجج بأفكار مثلها ليس بالشتائم واللغة السقية يا هاشمي، فهمت علي عزيزي؟ ومرحبا بك في الرأي الحر، المنبر الديمقراطي الأهم في العالم العربي الآن، ولا نبالغ. احنا نعطيك في هذا المنبر بكل تواضع، نعطيك درس في الديمقراطية حتى لما تصلك في السعودية الديمقراطية تتعلمها، فهمت علي يا غالي؟ طيب أشكر مريم عفانة من الأردن، اعذريني لم يتبقى وقت لعرض الرسالة. علي من فرنسا شكرا لك، عبد العالي من المغرب، محمد قاسم من مصر، حسن العماري، إبراهيم ابن عائشة من المغرب، أبو خالد، ورسائل أخرى كثيرة، أشكركم جميعا ولكن اسمحوا لي للأسف أنا ما سمح به الوقت. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا. طيب أبدأ هذا الموجز من الضفة المحتلة، إضراب في رام الله والبيرة والفصائل تنعى الشهيد رماني. عم الإضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة الذي ارتقى مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص المحتل الصهيوني في جبل الطويل بمدينة البيرة. شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات التعليمية. فصائل المقاومة دعت في بيانات منفصلة لتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة. إلى القدس، قطعان المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة من المدينة، وكالعادة كما قلنا هؤلاء الصهاينة يمارسون استفزازاتهم وتدنيسهم لهذه الأراضي الطاهرة أمام صمت عربي رسمي غريب. متابع هذه المشاهد.
طيب إلى الخبر التالي، انطلاق مسيرة إحياء الذكرى 23 لانتفاضة القدس والأقصى بالداخل الفلسطيني، وفاء للشهداء الذين ارتقوا في هبة القدس والأقصى بالداخل. انطلقت فعاليات إحياء الذكرى 23 لانتفاضة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني. نذكر بأن انتفاضة القدس اندلعت التي استشهد خلالها 13 فلسطينيا من الداخل الفلسطيني، وأكثر من 4421 في عموم فلسطين اندلعت عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية أنذاك أريال شارون في سبتمبر عام 2000 المسجد الأقصى. إلى الخبر التالي، نقلا عن وكالة رويترز، السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق دفاعي يلزم الولايات المتحدة بحمايتها مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. هذا نقلا عن وكالة رويترز. أنا أمامكم طبعا قلت بأنه السعودية لم تطبع، وعلينا أن نأخذ المعلومة كذلك ونصدقها، لكن الحقيقة يبدو الدخان تصاعد حتى غطى عما سواه، والدخان لا يوجد دخان بدون نار ولا لا؟ طيب هذا تقرير جديد يقول لك أن السعودية عازمة على اتفاق أن أمريكا تحميها مقابل التطمع مع إسرائيل، يعني موضوع الفلسطينيين بات ثانوي، والسعودية لا يبدو أنها ستتوقف عنده ماليا، والزيارة الأخيرة هي مجرد طمأنة للفلسطينيين، ما تخافوا ما رح أنساكم، يعني أنا رح أطبع بس ما رح أنساكم. فالآن وكالة رويترز تزيد في كشف هذا الغموض. شو مازال؟ الله أكبر. قالت مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات وفق رويترز أن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم. أعجبني أحد النشطاء قال كلمة وربما رسالة مباشرة لمحمد بن سلمان، يقول إذا أقدمت المملكة على هذا التطبيع المجاني فلن ينعم محمد بن سلمان بالحكم بعد والده. بلاد الحرمين مقبلة كما يقول هذا المعلق، مقبلة على اهتزازات لم تشهدها في التاريخ، لأنه مكة والمدينة لها قيمة يعني في العالم الإسلامي برمته، والإقدام على هذه الخطوة الحقيقة ستهزها هزا. على كل حال نختم بليبيا. الأمم المتحدة تكشف خطة حفتر لتعزيز سيطرة أسرته وتوسيع دائرة نفوذها وفق هذا التقرير، لم يتبقى وقت لعرضه للأسف. على كل حال بإمكانكم العودة إليه على الإنترنت. بعد الفاصل نتحول إلى تونس، معتقلون يبدأون إضرابا عن الطعام وإحالة محاميتين للتحقيق، ما تداعيات غياب القانون في نظام يحكمه رئيس منقلب يسمى قيس سعيد؟